انا مش كل يوم يجي لي عميل يشتكي. العملاء بيشتكوا ليه يا فنديه؟ وبعدين اي اكلمكم كل واحد منكم يحدفني للتاني، المبيعات يحدفني للحسابات، الحسابات يحدفني. تدفع ميه ولا كهرباء ولا غاز؟ غاز. مش لسه جديد. اعتبره حصل. شكرا. دلوقتي تقدر تعمل كل حاجة وانت قاعد في مكانك. نزل اتصالات كاش اب وادفع فواتير الكهرباء والمية والغاز في اي وقت. اتصالات، اقوى شبكة في مصر.